أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما عودناكم في كل مرة وفي كل حلقة، نحن في مقيض جديد، واليوم نحن وياكم خلونا نسير في رحلة إلى هذا المقيض، إلى هذا المكان اللي كانت له في يوم الأيام مكانته ودوره في المقايض. خلونا نسير سوية. شكرا، يلا خلونا نسير. حياكم الله. أعزائنا المشاهدين المتابعين لنا عبر قناة الشرخية، نحن في كل مرة طبعا نحط في مقيض من المقايض. اليوم نحن في هذا المقيض، وطبعا نحن في منطقة الدحيات. الدحيات واللي عقبها طبعا أرقيعة، بعدها أرقيعة، لكن الدحيات هي ماخذة المساحة الكبيرة. هذا المقيض أو هذه المنطقة ماخذة المساحة والحيز الكبير من المقيض، بمعنى ان لو نظرنا على هالبيوت وايضا مركز الدفاع المدني، رجعنا ورانا للخلف هذه الغافات، هاي الغاف، هذا كله مقايض ناس في الماضي. هذا اللي خضنا ايضا على قدامنا كذي على وجهنا، والنخيل من خط النخيل، وانت رايح حتى نوصل رقيعة، والرقيعة طب صغيرة، منطقة صغيرة، لهالسبب سموها برقيعة. الدحيات سموها الدحيات، وهذا من وجهة نظري، لأن هاي المنطقة في أيام المطر وأيام الشتاء، هذه المنطقة لما أتي تمر فيها وأثناء المطر بعد سقوط الأمطار تلاقي مثل الحفر صغيرة فيها متوزعة، بس هذا الحفر ماخذة حيز شوي كبير. يمكن يكون اسم الدحيات من هذا الدحاء الصغار، سموها الدحيات نسبة لهذا الدحاء. هذا يمكن، مش أكيد، لكن نحن نخمن نقول يمكن اسم كذا. لكن رقيعة، رقيعة لأنها قطعة من رقعة سموها رقيعة، أي رقيعة باللغة العربية. هذا المقيض وهذه المنطقة، منطقة دحيات، هي مقيض جماعتنا وهلنا وناسنا من منطقة خور كلبة. طبعا منطقتهم هذه مقيضهم تحديدا، هنا جميع أهل هذه المنطقة. شوفوا المنطقة، منطقة وين، لكن ليش يقيضون هني؟ هذا يقيضون هني لأن هذه المنطقة كلها نخيلهم، هذه أغلبها كلها نخيلهم، ممتدة مر هذاك الرأس وانت ماشي حتى توصل المنطقة هناك، ودخل وبعض النخيل تدخل حتى في منطقة الطريف اللي هي غربيهم. هذا طبعا المقيض من المقايض الكبيرة، ما هو صغير. انت لو تشوف هذا الامتداد، ولو يمكن كانت عندنا إحصائية لعدد العرشان بالماضي اللي هني، انت لما تشوف هذه المنطقة ممتدة من الشارع ماشية الى النخيل ماخذة ويسير على قدام، بتقول وين المنطقة؟ يعني معناته هذا ما مكان عريش وعريشين، منطقة كاملة خور كلبة تتحول في القيض هني. لدرجة ان الجماعة طبعا في هذا المقيض وأهمية هذا المكان وحبهم لهذا المكان، لأن هذا المكان يربطهم بمزارعهم وبنخيلهم، كذلك في شغلات تميز هذه المنطقة. أنا قلت قبل شوي تكلمت عن الحفر، هذه المنطقة تميزها نبتة الأسل. هذه المنطقة أول، هذا أنت تشوفوا هذه المكانات اللي ما فاضية ما فيها شيء، هذه فيها كله شير الأسل وقشعة الأسل. هذا حتى أذكر أن السيايير لما تمر
تمر بين قشع، نعم متباعدة نوعا ما، ما تعدي فيها السيارة، لكنها كانت قشع كبيرة إلى جانب أيضا شيرة هني الآن أنا ما أشوفها الحين ولا متذكر بعد الأسم، اسمحوا لي يعني، لكن من الأشجار هذه اللي سبحان الله ما نبتت إلا في هذه المنطقة، الأسل وهذه الشيرة اللي أقول لكم أنا ما أذكر أسمها ما نبتت إلا في هذه المنطقة. هذا خل الهرم ما هرم، الأمور هاي الثانية رمرامة كل هاي موجودة، لكن هذه المنطقة اللي كانت تميزها أيضا هذا الجانب. طبعا هذه يوم نقول إن منطقة الرقيعة ماخذة يمكن نقول خطين، خط خلفي وخط أمامي في المقايض، يفصل في وسطهم شارع، رغم أن في شارع أيضا يفصل في النص، لكن في شارع يعني يفصل المنطقتين، هذه المنطقتين الرئيسيتين اللي هن في المنطقة. بعد هذه المنطقتين طبعا في منطقة النخيل، هذا اللي موجودة على يميننا، هذا النخيل كله في بعض ما هنا يطلع في بعض مقايض في نخيله، لأن نخيلهم هني موجودة وقيضوا في نخيلهم. يعني حتى من ما عرفته إنه قال لي هذه الغافة اللي جاي كان قيض تحتها سور الزعابي، حددوها في البعض، حددها قال لي أشار لها إن هذه الغافة تحديدا، وهناك ظني في غافة أيضا بيمها قالوا يقيضوا عائلة الحداد أيضا اللي هم منطقة الخور، منطقة خور الكلبة هناك يقيضون. وطبعا هني عوائل مختلفة إلى جانب طبعا فريج سيف بن غانم روحة، فريج فلان روحة موجودة، يعني الفرجان أيضا هني تستوي مثل الفرقان. في شغلة مهمة يجب أن نذكرها، هذه المنطقة في البداية ما كان فيها مسجد جامع الحقيقة، ولكن الناس كانوا يقيضوا وين يصلوا الجمعة، وطبعا عند الناس أهم شيء صلاة يوم الجمعة سواء هم أو غيرهم، كانوا يقطعوا هذه المسافة يوم الجمعة يسي يصلوا المسجد الجامع اللي موجود في المنطقة داخل في المدينة داخل مدينة كلبة، مسجد الجامع الكبير القديم في بدايات حكم المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، ولما جاء مدينة كلبة كالعادة يزور المدينة ويهو قداه هالمنطقة وقال لي طال عمرك نحن اشتكوا له حال بالنسبة بس فيما يخص المسجد على أساس أنهم يبوا مسجد يبنى لهم مسجد، فأمر المغفور له الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ببناء مسجد لهم، انبنى حتى هذا المسجد على غرار المسجد الكبير الموجود في مدينة كلب. اللي شاهد هذا المسجد ويشوف المأذنة ماله نفس المأذنة اللي كانت هناك، كذلك تصميم الدرايش الوضع الواجهة مال المسجد نفس الواجهة اللي كانت هناك، طبعا على أساس الناس ما تقطع هذه المسافة كلها من شان يصير يصل الجمعة كل أسبوع في مدينة كلبة. يعني على العموم هذا المكان أيضا مثل ما قلنا إنه يقيدوا فيه الخور، لكن مش هالخور بس لوحده، في ناس بعد يشاركونهم، في ناس يوم من المنقيوان يقيدوا عندهم، في ناس يقيدوا عندهم من رأس خيمة، يعني مقايضنا في مدينة كلبة يعني نادر أو قليل من المقايض اللي بنشوفها هي مقتصرة أو مقتصرة على هالبلاد، لكن أغلبها يكون فيها شو ناس جماعتهم من الإمارات الأخرى. هذا ما يدلنا أيضا في هذه المقايض وحب الناس لهذا المكان يدلنا على شيء ويعطينا انطباع رئيسي المهم إحنا نفخر فيه، إن ناسنا في ذاك الوقت واللي اليوم تتكلم الناس عن مثلا التعايش تفاهم وانسجام يعني ما شاء الله عليهم، هذه لك كان الانسجام، كانت المحبة، كانت الإلفة، كانت المودة، مو بالله لبعضهم بعض، ما كانوا بس الناس اللي تقايض فيها بس هم هالخور، لا في ناس تشاركهم المكان، في ناس يوم من أم القيوين، من رأس خيمة، أيضا من شارجة، من دبي مثلا، الناس اللي تختار المقيض وين اللي يبونه. ونحن نتكلم يعني الآن مثلا يمكن يكون شائع اليوم ك
كلام التعايش والتآلف أهلنا يا ناس كان هذا عندهم الشيء أساس. عند هلاك شوابنا عيايزنا اللي كانوا وهن اللي كانوا جميعا صغار وكبار، هذا التعايش لو رجعنا ليه بنشوفه في كل مقيض من المقايض. ما في هذا عندهم أساس، عندهم مثل ما يقولوا ساس ونبراس، يتعايشوا مع القريب ومع البعيد ويبدوا البعيد على القريب. هذا يدل عنا على أن ناسنا رغم بساطتهم مساكين، رغم أهل ألفة، أهل محبة، أهل مودة، مودة عظيمة وكبيرة. الله يرحمهم ويبارك في الباقين منهم على قيد الحياة ويطول بعمارهم. الحقيقة وضعونا رسم، خلونا نقول على مثل ما يقولهم، يعني اللي اليوم احنا نقول عليه بصمة، بصمة محبة ستبقى دائمة وللأبد. ذي حليب نشربه. أحبتنا الكرام، كان بودنا الإطالة في هذا المكان، ولكن عادة الوقت لا يسعفنا، وكما كنا نقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة أحبتنا الكرام إلا أن نقول لكم شكرا على هذا الاستماع وطيب المتابعة والاهتمام، ونتمنى لكم أيضا دائما متابعة حلوة وشيقة ويا هذا البرنامج، برنامج المقايض. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.